السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا لعبة حلوة نلعبها مع بعض على برنامج الأوتوكاد. طيب قول اللي فيها ان احنا نحمل بس ملف ليزب صغير من دوت اسمه باتل شيب جيم فور أوتوكاد، هندوس هنا نحمله لك، هتلاقي الرابط أسفل الفيديو، وبعد كده تيجي هنا وتقول له اي بي بي لود اللي هي ابلكيشن لود، وتحمل الملف اللي انت لسه عامله داونلود، مفيش اي مشاكل خالص. طيب الملف اسمه ايه؟ بي شيب. طيب تقول له لود، تقول له كلوز، وبعد كده تكتب له بي شيب، دوس انتر. بيقول لك يلا بشرح لك فكره اللعبه. فكره اللعبه ان انت عندك سفن بتاعتك هيت كمبيوتر مش عارفها، وانت بقى بتبدا تضرب عنده، هو بتبدا تضرب هنا ما جاتش، فبتضرب عشوائي لحد ما ايه كده انت عرفت ان في سفينه هنا، تمام، ضربتها ضربه بس لسه ما كملتش، اضربه هنا هو برضو بحاول يضرب تخميني، لما تكمل سفينه يبقى انت كده خلاص اهو، هو ضربني هنا ضربه فعرف مكان السفينه، تمام، انا ضربته كده انا خلصت له سفينه من سفن، وهو خلصت على سفينه، بس انا السفينه اللي خلصت له سفينه اكبر، وهكذا بنبدا بقى نضرب. هو سهل ان هو يخمن السفينه دي فين وهي صغيره، فهو هيصطادها الاول، نعم. انا كده ضربت له 3 سفن وهو ضرب لي سفينتين، المشكله في السفن الصغيره بقى، هو خلاص هيجيب لي السفينه دي دلوقتي. كده 4 سفن على 3، بس لسه المعركة مستمرة. ايوه تمام، يوين انا اللي فزت. تمام، حمل ملف والعب كده على الاوتوكاد.